السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول الحق تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخطر شيء رين للقاسية قلوبهم بذكر الله. أيها الأخوة الأحباب، القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاحه صلاح الجسد كله، والقلب كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سمي قلبا لشدة تقلبه، يتقلب من حال إلى حال ومن موضع إلى موضع. لذلك مهم للعبد المؤمن أن يراعي قلبه ويطمئن على قلبه، هل هو قلب مريض ولا قلب سليم؟ لأن النجاة إلا من أتى الله بقلب سليم. كثير من الناس، كل الناس إذا أصاب الجسد أي مرض يجري ويسعى لعلاجه، جاله شوية بلز ياخد علاج البلز، جاله السخونية ياخد دواء السخونية، هذه أمراض الجسد. أما إذا مرض القلب فلا يسعى ولا يسكن، وتكون هذه الخطورة. لماذا؟ لأن الجسد إذا مرض أقصى شيء يحصل له إيه؟ هيموت وينتهي الأمر. أما إذا مرض القلب والعياذ بالله ينتهي والعياذ بالله إلى جهنم، يخسر الآخرة ويخسر الدنيا، إنما الجسد يخسر الدنيا خلاص. لذلك العبد الحكيم لابد أن يسأل ويطمئن على قلبه. كثير أول لما تقول له كده ويعرف إزاي أمراض قلبه، لا ده لازم تعرف. انظر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير البرية يقول دايما في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خايف على القلب، بيطمئن على القلب، وبيدعو الله عز وجل أن يثبته أن يحفظه، ده النبي. يبقى الأولى بنا إن احنا دايما نطمئن على قلوبنا. طب نطمئن عليها إزاي؟ نعرف إن هي مريضة إزاي؟ في أعراض، لو كانت الأعراض دي موجودة اعرف إن عندك مرض في هذا القلب. أول عرض: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى في أثناء الطاعة، في أثناء العمل يجد حلاوة في القلب، يجد اطمئنان في القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما يجي على طاعة، لما يجي على صلاة، لما يجي على أي حاجة الذي يشعر باطمئنان، يشعر بسكينة، يشعر براحة. إنما لما يجي ولا يشعر بشيء ومش حاسس بحاجة يبقى القلب مريض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة للمرء إلا ما عقل منها. اللي يكون قلب بتاعه حي، القلب موجود، إنما اللي قلب مش موجود يبقى مجرد أداء للحركات ولا يستفيد. يبقى أول شيء تريد أن تطمئن على قلبك، انظر إلى قلبك كيف حاله مع الطاعة. جاي سعيد، جاي بيستزيد، جاي مع القرآن مبسوط، ولا القرآن خلاص حاسس بتوكي مش قادر يقرأ القرآن، بيسمع القرآن كده خلاص أو بيصلي وخلاص. يبقى ده لو ظهرت هذه الأعراض يبقى إيه؟ هذه أعراض مرض في القلب. العرض الثاني: لا يأبه بذنب. لا يأبه بذنب ليه؟ من كثرة الذنوب والمرض استشرى في القلب أصبح والعياذ بالله على القران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خلاص شاف واحد بيسد الدين ذنبه ما يتأثرش، شاف أي ذنب قدامه لا يتأثر قلبه، لأن القلب مرض. وهذا عرض خطير من أعراض أمراض القلوب. لا يأبه بذنب، بل مش كده وبس، بيمتد بعد ذلك، مش إن هو لو شاف بس، ده هو لو فعل الذنب ولا يزعل. في الأول تلاقي القلب المؤمن إذا فعل الذنب يغلظ
متألم، يظل متحسن، قاعد تعبان، قاعد قلقان. ليه؟ لأن فعل ذنب، لأن قلبه حي. أما القلب المريض أصبح الذنب عنده مثل الذبابة وقعت عليه. ده المنافق. أما المؤمن الذنب كأنه جبل وقع عليه. ده العرض الثاني. العرض الأول قلنا أن الطاعة تزيد الطمأنينة، هذه علامة خير. أن الذنب يؤلمه ويؤثر فيه، هذه علامة خير. أختم كلام النهاردة بعلامة من العلامات الخطيرة التي تؤثر في القلب، كان يسمون من يبيع دنياه، من يبيع دينه بدنياه، يبيع دينه بدنياه. يعني الأول بيخش في الطاعة ما عندوش أثر، وبعد ذلك يغوص في المعاصي. أكثر شيء يبدأ يبيع الدين بالدنيا، بيصلي حتى يقال عنه كذا وكذا وكذا، بيقرأ حتى يقال عنه كذا وكذا وكذا، بينفق حتى يقال عنه كذا وكذا، بيتعلم حتى يقال عنه كذا وكذا. أصبح يبيع الدين، يبيع الدين بالدنيا، همه الدنيا، يبيع الدين من أجل الدنيا. ليه؟ لأن هناك شهوات خفية في القلب. فما النجاة؟ النجاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء ادعو الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي عليك. ضمن أول ذهب. ثم تعيش مع أمراض القلوب. إن شاء الله نحاول مع بعض نعيش مع مرض يعصاه القلب، حتى نعرف كيف نكشف عنه، وكيف نوجد له العلاج، وكيف نستعين بالله عز وجل في النجاة. لماذا؟ لأن النجاة ليست تكون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا مطمئنة عامرة بذكره. اللهم آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.